عند الله. الفكرة الدقيقة، الشيطان له نشاطات كثيرة. من يقول لي أخطر نشاط له وأكبر نشاط هو التفريق بين الزوجين، ما يفرق بين المرء وأهله. لذلك عمل الشيطان أن يكرهك بزوجك، بينما الإيمان يدعوك أن تحب زوجتك. فأنا برفض أشد الرفض مقولة يتداولها العامة أنه بعد فترة بيألف بعضهم الزوجين، ما عاد في حب بيناتهم. لا لا، هذا كلام مو صحيح. إن كان كذلك ففي خطأ استراتيجي في العلاقة بينهما. الحب الزوجي يتنامى، نعم. وكل سن المرأة لها جمال، هي عروس لها جمال، وهي أم لها جمال، وهي جدة لها جمال، وهي أكبر إنسانة بالأسرة يسموها عميدة الأسرة لها جمال من نوع آخر. فلذلك المرأة بالزواج لها مستقبل، لكن بالزنا ما دام فيها مسحة جمال، حينما يزوي جمالها تلقى في الطريق، ما في مستقبل للمرأة من دون زواج. وأنا أقول يعني إنسان يفكر يتزوج زواج مؤقت، الإمام الأوزاعي يرى أنك إذا عقدت عقداً وفي نيتك التطليق بعد حين فلقي الله وهو زان، عقد الزواج على التأبيد. هل تقبل بنت في الأرض أن تتزوج لأمد بسيط؟ مستحيل، لا تقبل. هل يقبل الأب؟ لا يقبل. لذلك عقد الزواج على التأبيد، بل إن عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أقدس عقد على الإطلاق في الأرض عقد الزواج، إن هذا العقد ينتج عنه أولاد، ينتج عنه أحفاد، تنشأ عنه ذرية. وأكبر مكافأة للزوجين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.